هو في الحقيقة هو شيء أهلا وسهلا فيك. السؤال يبدو مركب ويعني ويحتمل المزيد من الدلالات والعديد من الدلالات. في الحديث عن التنمية والتنمية البشرية والتنمية الاقتصادية يفترض فينا أنه نحن نعرف بالضبط آلية بناء هذه المؤشرات وكيفية الوصول إلى أدلة معينة تعبر عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي. الحقيقة هناك منهجيات مختلفة ومقاربات مختلفة لصياغة هذه المؤشرات ومعرفة الأرقام الحقيقة الدالة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي. هلأ الأمم المتحدة خلال مسيرة يعني أعوام كثيرة وعقود كثيرة طورت مفاهيم وأدلة انتهت فيها إلى يعني إلى مؤشر لقياس التنمية البشرية اللي هو مرتبط على ثلاث مكونات اللي هن نصيب الفرد الناتج المحلي الإجمالي والتعليم معبر عنه بمقياسين وأيضا الصحة اللي هو معبر عنه بالعمر المتوقع عند الولادة. في الحقيقة النظرة الأولية للأرقام الآن في سوريا توحي أنه هناك تراجع كبير، مثل ما ذكر التقرير يعني خسرنا نحن يعني 40 مرتبة 42 مرتبة 41 اللي هو لكن في الحقيقة يعني خسارة هذه الجهود التنموية أثناء الأزمة هو في الحقيقة راكم خسائر على صعيد المؤشرات وبناء هذه المؤشرات والمقاييس المرتبطة فيها سواء في التعليم أو في الصحة. في الغالب هذه الخسارات لا يمكن تعويضها بشكل سريع أو بعملية إعادة إعمار، سواء من خلال تحفيز النمو أو توسيع الاستثمارات، وخصوصا إذا تحدثنا عن الجانب التعليمي مثلا، فبالتالي استعادة الزخم اللي كان موجود قبل الأزمة يصعب بسياسات يعني آنية وسياسات لحظية. نعم، إنه نحن نقدر نتجنب هذه ولكن الخسارة. بشكل عام يعني فعلا الحالة سيئة نوعا ما ربما كما بصفها هذه الجهات يعني بشكل عام. الكثير من التقارير في العالم سواء على صعيد أمم المتحدة أو على صعيد تقارير مراكز دراسات وأبحاث يعني تقول أننا خسرنا تقريبا 20 عام من التنمية. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنك تحتاج لكي تنهض من جديد إلى جهود كبيرة وجهود مضاعفة، وخصوصا في الشأن التنموي والشأن الاجتماعي. صحيح. إذا تحدثنا عن العمران والأبنية والسكن والهاوزنج وفيما يتعلق بالبنية التحتية يمكن أن نلحظ أن هناك يمكن العودة بشكل أسرع، لكن على مستوى التنمية يستلزم وقت كبير ويستلزم جهود كبرى. نعم دكتور عمر من